محاولة إشباعك لفضولك بإمكانه يحولك من إنسان طبيعي على قيد الحياة إلى إنسان قريب جدا من الموت. صدقني يا عزيزي، ما كنت أعرف أن فضولي هذا راح يخليني أدفع الثمن غاليا بسببهم جماعة النت المظلم. السلام عليكم أصدقائي، وحياكم الله بمقطع جديد. اليوم ما راح أذكر لكم شنو هي الحقائق عن الإنترنت المظلم لأن أغلبكم يعرفها، وإنما راح أذكر لكم قصة لشخص استخدم الدارك ويب، وراح أكون أنا المتحدث عن لسان صاحب القصة. فقبل ما نبدأ، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، ويلا نبلش. خرجت من غرفة الاجتماعات بعجلة تامة، دخلت المكتب الخاص ورميت كل الأوراق فوق المكتب، وبعدها قعدت على الكرسي بتعب، مددت ظهري ورجعت لورا بالكرسي وبديت أتأفأف من شدة التعب بالعمل. يا رب، وش وقت راح ألحق وأخلص كل هاي المعاملات قبل وقتها؟ ظليت أفكر الثواني لحد ما إجا ببالي صديقي أكرم. باوحت على ساعتي المكتبية ورفعت حاجبي بتفاجئ، وبدأ وقت البريك مالته. يا رب كون ألحق عليه وأسلم الأوراق قبل لا يطلع. قمت من مكاني باستعجال، ومجرد ما وصلت المكتب ودخلت ما لقيته. باوحت على طاولة زميله اللي مقابل مكتبه، كان موجود اللابتوب مالته وشغال. أخذت نفس عميق بيأس وقررت أطلع من المكتب مالته لأنقاذه، لكن جذبني صوت صراخ غريب، صوت صراخ مال شخص ده يتعذب، شخص ده يصارع الموت، والواضح انه ده يستنجد ويطلب المساعدة. الصوت ما كان واضح وكان منخفض تماما. درت وجهي باتجاه الصوت وباوعت انه هذا الصوت قادم من اللابتوب. صار عندي فضول كلش قوي، شدني انه اروح اشوف هذا اللابتوب واعرف شنو مصدر هذا الصوت وليش جاي يجي هذا الصوت مع الصراخ. توجهت للجهاز بعد ما تأكدت انه ماكو احد حولي يراقبني او يشوفني. قعدت على كرسي المكتب ورفعت شاشة اللابتوب، وهنا كانت الصدمة. تمعنت بالفيديو اللي اتضح لي انه هو بث مباشر، اي بث مباشر لشخص قاعد على كرسي ومقيد الايدين وما يقدر يتحرك، وحوله اشخاص اشكالهم غريبة لابسين اقلعة مخيفة، وامامهم جميع انواع الاسلحة اللي تستخدم للقتل والتعذيب. انصعقت وقشعر جسمي، كان هذا الرجل غرقان بدمه، جروح عميقة وكدمات اشبه بانها راح تتحول الى كسور مضاعفة. كان يبكي ويترجاهم أن يتركونه، لكن كانوا مستمتعين من يشوفونه يتعذب. اقتدلت بقعدتي وأنا منصدم بعد ما أخذ واحد منهم المسدس وثبته براس الرجال. هزيت راسي باستنكار وصرت أردد بهلع وخوف، لا 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 أرجوكم اتركوا، لا تقتلونا لا. باوعت بالتعليقات اللي بالبث وزادني الأمر صدمة. قرأت الناس اللي معلقين على هذا البث كلهم يشجعون ويحرضونهم على قتله وتعذيبه. من ذولي وليش قاعدين بثون كل هاي الأشياء؟ وشنو سوالهم هذا الرجال؟ والسؤال الأهم والمهم، وين الحكومة عنهم؟ معقولة أكو بشر مثل ذول؟ معقولة اختفت الرحمة من قلوب البشر وأصبح للقتلة والسفاحين وعديمة الرحمة وجود بيناتنا؟ شهقت وقفلت اللابتوب بكل قوة بعد ما شفت الطلقة اخترقت راس الرجال، وصوت الطلق صار يتردد بإذني مثل الصدى. وقفت بفزع وبخوف، وقبل لا أطلع من المكتب دخل نايل اللي هو صاحب اللابتوب. باوع اللابتوب اللي ما كان مثل ما تركه، وبدأ ينظل بنظرات مرعبة وملامح حادة، وقال لي بصوت هادئ، أنت منو سمح لك تمسك شيء خاص مو إلك وبدون إذن صاحبه؟ قدمت ووقفت قدامه بانهيار وخوف، وقلت له من ذول القتلة وانت ليش قاعد تتفرج عليهم؟ اللي سووه بالرجال المسكين حرام. ابتسم نايل ابتسامة خفيفة وتقدم لحد ما صرت احس بانفاسه قريبة على اذني، وقال لي بكل هدوء وثقة، راح تدفع ثمن فضولك وتعديك على خصوصياتي. مشى من يمي بدون ما جاوبني على اي سؤال. التفتت عليه بخوف وبعدها نظرت له ثواني وطلعت من المكتب، وانتهى اليوم الغريب وانتهى دوام المتعب وياه. وقفت سيارتي بجانب العمارة اللي انا اسكن بيها، والمنظر اللي شفته بجهاز نايل للآن مو راضي يروح من عقلي. نزلت من السيارة وأنا شايل ويا جنط اللي بيها اللابتوب مالتي، قفلت السيارة وتوجهت لباب العمارة. ضغطت الزر الخاص بالمصعد، لكن التفتت على صوت جاري مالك اللي ابتسم وقال لي تصدق إنه صار لي ساعة أنا منتظرك؟ بادلت الابتسامة والتعب واضح بوجهي من التفكير، وليش منتظرني هو؟ قدم مالك وصار أمامي وضم إيدينا ببعضها وقال لي أنا اليوم عزابي مثلك، زوجتي أخذت الأطفال وراحت لأهلها وحتبقى هناك لمدة يومين. استكمل كلامه بحماس وقال ما دام أنا معزب وأنت همين عزاب وما حد ساكن وياك، شنو رأيك نتغدى ونقضي أوقاتنا مع بعض، يعني نسلي بعض ونضيع وقت شوي. هنا أنا غمرتني السعادة، ما حسيت إنه أنا وحيد. مالك ما كان مجرد جار إلي وإنما أخ وصديق، وعمره ما حسسني بأنه أنا مغترب وبعيد عن أهلي اللي يبعدون عني مئات الكيلومترات بحكم ظروف العمل. بادلت الابتسامة بالموافقة وقلت له أكيد لأن أنا ما عندي شيء اليوم. فقال لي ما دام أنا أعرف إنه أنت تحب المعكرونة فاليوم أنا طابخ لك معكرونة، وخلال نص ساعة أو ساعة بالكثير تكون جاهزة. انفتحت أبواب المصعد، فرديت عليه وقلت له راح آخذ شاور وأبدل هدومه وانتظره. دخلت للمصعد وانقفل بابه، وتمنيت هالباب يبقى مقفول للأبد.
ولا أعيش المواقف اللي راح تكون أشبه كابوس إلي لكن على أرض الواقع. ودخلت الغرفة نوم بإرهاق تام، رميت الجنطة اللي بإيدي على السرير وأخذت المنشف ودخلت للحمام. أخذت شاور على مدابعة كمية التعب اللي عانيتها بالعمل. خرجت من الحمام ولبست هدومي وأخذت اللابتوب مالته ورحت للصالة على مود أخلص كم شغلة لحد ما يجي مالك ويا الغدا. بديت أشتغل بالجهاز وبنص اندماجي بالعمل علق الجهاز فجأة. رمشت عيوني باستغراب، لكن زاد استغرابي لما دخل اللابتوب وحدة بدون أي ضغطة سر على موقع. الصدمة كانت بعد ما فتح بث غريب بوجهي اللي هو نفس البث اللي كان بجهاز نايل، لكن هالمرة ما كان اكو شخص جالس على الكرسي، كانت اكو ورقة معلقة على الكرسي مكتوب بيها انت التالي غيث. حسيت بانه الارض اهتزت جوال، وبحركة سريعة قفلت اللابتوب وانا فاتح عيوني بصدمة ودهشة. اخذت نفس عميق وقلبي اجى يوقف من شدة الصدمة. رفعت راسي بسرعة على صوت تكسير اشياء بغرفتي، واخرت الجهاز من حضنه وقمت لناحية الغرفة بهدوء. دخلت شفت كل اغراضي متناثرة على الارض ومكسورة. باوعت من حولي ما لقيت اي احد، فتعوذت من الشيطان وبديت ألم هاي الأغراض. جمدت عن الحركة بعد ما سمعت صوت طرق جاي من الدولاب. اتجاهلت الصوت بخوف، لكن رجع الصوت يتكرر، فقمت من مكان وتوجهت لمكان الصوت، وبكل خطوة أحس جسمي يثقل أكثر، تسارع نبضات قلبي. تقربت من الدولاب، لكن قبل ما أفتح سمعت صوت رنين الجرس. حسيت براحة تامة وكأنما مالك إجا بوقت المناسب على مود ينقذني من هالموقف اللي أشبه فيلم رعب. سارعت بخطواتي للباب، فتحته وأنا أقول بنفس متقطع الحمد لله إنك جيت بوقت مناسب. رجفة خوف تسايرت بجسمي، صنمت وعجزت عن الحركة، ما عرفت شنو أسوي. أسكت أصرخ، كان واقف قدامي ضخم ولابس أسود بأسود ولابس قناع مخيف، لازم مسدس بإيده وموجهه عليه. حاولت أسد الباب بسرعة لكن كان أسرع وأقوى من يمي. شديت أكثر على نفسي وحاولت أتصدد له لكن ما قدرت. التفيت من يمه وحاولت أشرد بسرعة، لكن تفاجأت إنه أكو شخص وقف قدامي وبخ على عيونه مادة غريبة حجبت عني الرؤية. هجم علي احد الافراد وامسكني، فحاولت اقاوم لكن ما قدرت. فتقدم احد الاشخاص وحط قطعه قماش بوجهي. صرت اتلفت يمين ويسار على مود ما استنشق هاي الماده اللي موجوده بقطعه القماش، لكن للاسف كانوا اقوى مني وثبتوها بكل قوه على وجهي، وما هي الا ثواني معدوده فقدت توازني وقعت على الارض مغمى علي. فتحت عيوني ببطء، كل شي حولي يدور، الدنيا مغوشة تماما وعيوني لا زالت تحرقني، فيضانات من الدموع وعلمي كاد يسبب لي العمى. بعد فترة زمنية ما أذكر إيش قد رجعت الوعي، باوعت النفس لقيت نفسي مربوط بإحكام وعاجز عن الحركة. حسيت بغثيان بسبب الريحة الكريهة اللي موجودة بالغرفة. باوعت حولي تفاجأت بالجثث اللي مرمية حولي بداخل الغرفة. حسيت بغثيان وما قدرت أمسك نفسي فاستفرغت. غمضت عيوني بصعوبة وما أقدر استحمل هاي الريحة الكريهة. رفعت راسي بهدوء وباوعت على الطاولة اللي قدامي أنواع الأسلحة وأدوات التعذيب اللي ملطخة بدماء الضحايا اللي قبلي. ركزت عيوني بالكاميرا اللي كانت مرتكزة أمامي مباشرة. صرت أدعي ربي وأتوسل على مود أخلص وما أكون ضحية لهم. كنت مؤمن وواثق بربي لكن خائف. قاعد أشوف الموت بعيوني وانا عاجز عن الحركة. جمدت اعصابي والتفتت على صوت دخولهم للغرفة. كانوا مجموعة كبيرة لكن اللي دخلوا للغرفة اربعة. وزعت انظار عليهم، كانوا لابسين نفس الاقنعة المخيفة، ملابسهم غريبة وحركاتهم بعد اغرب. بكيت وانا ترجاهم بذل وقلهم انتو اشتردون من يمي، انا ما سويت لكم شيء او تعديت على واحد من يمكم على مود هيك تسوون بي. قاطعتني لكمة قوية من احد افراد العصابة، نزلت راسي وخشمي بدا ينزف. وقفوا ثلاثة وراي وواحد من يمهم متوجه للكاميرا، وقف يمها بالضبط بدون حركة، وبعدها بثواني استجاب للأمر اللي إجا من سماعته اللي لابسها بإذنه، وهز راسه بالتلبية ثم ضغط على زر تشغيل الكاميرا، وبدأت الكاميرا بالتسجيل. من بدأت الكاميرا بالتسجيل بدأ وياها كابوس عظيم، كابوس تمنيت أموت ولا أعيشه، أبشع أنواع التعذيب الجسدي. وراح أسولف لكم شيء بسيط من اللي شفته منهم. البداية لبسوني مثل الخوذة حديدية وصلبة وكانت ضيقة جدا وبالكاد دخل راسي بيها. رجع الرجل خطوات للوراء وكان بيده جهاز تحكم وضغط بإيده على زر، وبدأت الصعقات الكهربائية تنزل الراس وجسمي. تشنجت أعصابه وصرت أتكهرب بطريقة فظيعة، كان يتحكم ويزيد قوة التيار الكهربائي أكثر وأكثر من خلال الجهاز اللي بإيده. جيت أفقد الوعي لكن وقف هذا الجهاز قبل ثواني اللي اعتقدت بها إني حموت. نزلت راسي وانا فاقد الوعي جزئيا، شحنه كهربائيه بقت بجسمي وصرت كل شوي ارتعش من شدتها. بعدها وقف شخص قدامي وبدا يضرب بي بوكسات، ورا كل لكمه تجيني اعلن بيها استسلامي، ولكن ما كنت اعرف انه هاي بدايه الحرب. ومن انتهى من ضربي مسك احد الاشخاص اداه حديديه غريبه وشبكها بين اصابع ايدي كلها وبدا يغلقها ابطا وابطا عن طريق مفتاح دائري لاصق بهاي الاداه. شهقت بعد ما حسيت انه عظامي حتتكسر، صرخت من شده الالم وانا
أقول اتركوني، أترجاكم اتركوني، أنا مستعد أنطيكم اللي تردونه بس اتركوني. فجأة التزمت الصمت بعد ما حسيت أنه عظام إيدي تهشمت، وصرت أصرخ وأتحرك بعشوائية من شدة قوة الألم، وظليت أتعذب بأسوأ من هالعذاب، حرقون وجروحات عميقة بكل أنحاء جسمي. أنا انتهيت، صرت أدعو وأطلب من ربي من داخلي، لأن بعد خلاص حتى الكلام ما أقدر أتكلم. وبعد فترة زمنية طويلة من التعذيب أمام الكاميرا، دخل أحد الأفراد وشايل بإيده حديدة منصهرة. هاي الحديدة كانت على شكل حرف N، وبكل سهولة وبدون أي رحمة طبعها على خدي، وارتجفت وأنا أصرخ بصوت أشبه بصرير النمل، حتى ما كنت قادر على الصراخ، كل جزء من جسمي يطلب الرحمة وأصبحت أشبه بالميت. وبعد ما انتهى رمى الحديدة وأخذ المسدس ووجهه نحوي، نزلت راسي وغمضت عيوني، ولأول مرة كان الموت بالنسبة لي أمنية ولا أعيش هذا التعذيب. لكني رفعت راسي على دخول شخص لابس مثلهم بالضبط، أخذ المسدس من إيد الرجل ووجهه علي وقال هاي لعبة بسيطة من ألاعيب التأديبية لأي شخص يحاول يتعدى على خصوصياتي وممتلكاتي. الصوت كان مألوف عليه، لكن عجزت أن أعرف من هو هذا صاحب الصوت بسبب التعذيب والآلام اللي عانيت من يمه. أمر هذا الشخص أحد الأفراد أن ينهي البث ويقفل الكاميرا، وبالفعل نفذ اللي يريده. وبعد ما أقفل الكاميرا بادر هالشخص وشال القناع عن وجهه، قابلتني دموعه ونزلت بلحظة صدمة. حاولت أتمالك نفسي والظاهر بالقوة وقلت بس هذا اللي قدرت علي يا جبان؟ صرخت علي بصوت مبحوح اكتني يلا شتنتظر يا خواف، فأطلق نايل ضحكته باستحقار وقال لا تخاف راح أفرغ هذا السلاح كله براسك بس بعد ما أنتهي وأنطيك نبذة عني. أنا إنسان طبيعي ورب أسرة، شخص بسيط يعمل بشركة كبيرة ومعروفة، أحب الحياة، لكني بالعالم الموازي الآخر عالم الدارك ويب أصنف كقاتل، قائد عصابة كبيرة من السفاحين، أعشق التعذيب والقتل، أحب أشوف الشخص يصارع الموت ويترجاني حتى أرحمه وما أكتله. طبعاً الشيء الأروع أني أحب أشارك كل هاي الأشياء ويا الأشخاص اللي مثلي اللي يحبون سفك الأرواح والمشي على أنهار من الدماء. تقدم لحد ما وقف يمه وقال بصراحة أنا مستغرب عن سبب زعلك مني، مو كفاية أني ميزتك عن بقية الضحايا وطبعت على خدك أول حرف من اسمي؟ مرر الصبعة على الجرح اللي بخدي وأنا أتألم من شدة الحرق، وقال لي بهمس شنو آخر أمني إلك حتى أحققها إلك قبل لا أقتلك بنفسي؟ باوعت له بحدة وقلت أمنيتي الله ينتقم من يمك على كل شخص عذبته يا نايل. وفجأة رفع نايل رأسه ويسمع صوت سيارات الشرطة اللي حاصرت المكان بالكامل، ضوع على الرجال اللي واقفين قدامه وقام يصيح عليهم وقالهم كل واحد يلزم سلاحه وانتشر بالمكان قبل لا يقتحمونه. ضوع عليه بحقد وقال وين تروح مني؟ صدقني راح حكيت لك واشرب من دمك بس خلي تخلص منهم. طلع من الغرفة وصرت أسمع أصوات طلق نار ومواجهات، وما كنت أعرف من المنتصر ومن الخسران. ظليت أدعي ربي بقلب صادق وبإلحاح أن يقوي رجال الشرطة وينصرهم على نايل وأتباعه. وبعد عدة دقائق اللي مرت علي كأنها سنوات من الخوف، دخل علي نايل وكانوا يا مجموعة من رجاله، وأشر علي باستعجال وقال فكوا قيده راح ناخذه أسير. قدموا اثنين من أتباعه وبدوا يفكون السلاسل عني، قالوني وأنا مثل الجثة بين يديهم، لكن وقعت نفسي على الأرض حتى أعيق حركتهم. قدم نايل بكل عصبية وركني على وجهي وقال لو حاولت تقاوم المرة الجاية راح أخليهم يقتلونك. باوع على رجاله وقالهم شيلوه بالقوة، بالفعل شالون وشمرونه داخل ساحب مستودع قديم مليان من الصناديق الضخمة والخردوات، وكان لهذا المستودع مدخل واحد رئيسي. بلحظة مفاجأة اختفت أصوات إطلاق النار، ارتبك نايل ووجه سلاحه باتجاه البوابة وقال كل واحد يحضر ذخيرته، أول ما يدخلون عليه كلكم تطلقون النار عليهم. لحظة صمت عمت بأرجاء المكان، وكل لحظة يزيد ارتباك وخوف نايل من هدوء المكان. وفجأة صوت انفجار كبير هز المستودع، كان التفجير بالجدار الخلفي للمستودع على مود يكون مدخل ثاني لأفراد الشرطة. شمرت نفسي على الأرض وغمضت عيوني بخوف، وأنا أدعي ربي بداخلي أني خلصنا من هذا الموقف اللي ما متوقع أن يصير لي بحياتي. وبدت القنابل الدخانية تتقاذف علينا من الجهتين لحد ما صار المكان كامل يعج بالدخان وتغبشت الرؤية عنا تماما، واقتحموا رجال الشرطة المبنى من كل مكان. استغليت الفرصة وصرت تزحف وازحف وابتعد عن نايل ورجاله، وبالفعل قدرت ابتعد واستقر ورا واحدة من الصناديق، وبقيت مختفي هناك. واشتد القتال بين الشرطة ونايل ورجاله، التفتت على جهة نايل وشفته يستقبل عدة طلقات بجسمه ووقع على الأرض وصار يلتقط أنفاسه الأخيرة هو وباقي رجاله. انتهت هاي المجزرة بموت نايل وعصابته. دخل جاري مالك المستودع وهو يبحث عني بين الجثث، لكن تصنم لما شافني على قيد الحياة ومختفي ورا واحدة من الصناديق لكني أشبه بالميت. تقدم له وشالني وهو يصرخ ويطلب النجدة، وانتهى اليوم اللي كان مثل الكابوس علي وعلى مالك. وانتهت القصة بموت نايل وبعض رجاله، ألقوا القبض على بقية الرجال وأحالوهم للتحقيق ومن ثم عدموه. والسبب بإنقاذه من هاي الحادثة هو صديق ورفيق عمري مالك، واللي خاطر بنفسه وحياته ولحق العصابة المقرهم وبلغ الشرطة وانطاهم تفاصيل المكان. لهنا أنا يا أصدقائي وصلنا لنهاية هاي القصة، إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، إن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم. أخوكم عبد الخالق، سلام.